في هذا الفيديو سأشرح لكم كيفية حل مشكلة الوقت والتاريخ في الواتساب. طبعا العديد منا يعاني من هذه المشكلة، لكن عندما يأتي لحلها لا يعرف الطريقة وأيضا لا يعرف أسباب المشكلة. في هذا الفيديو إخواني سأعرفكم على الأسباب وأيضا على الحلول. إذا أول شيء نبدأ به إخواني هو السبب. السبب إخواني قد يكون في التطبيق بحد ذاته، ربما نسخة التطبيق قديمة نوعا ما، فهذا يسبب لك المشكلة. السبب الثاني هو في الإعدادات الخاصة بالواتساب، ربما أنت لم تقم بضبط الإعدادات في الواتساب لهذا تظهر لك مشكلة التاريخ وأيضا الوقت. المشكلة الأخرى إخواني هي ربما في الهاتف الخاص بك، أن ربما التاريخ والوقت الذي تستخدمه في هاتفك غير لم يتم ضبطه على التاريخ طبعا الموافق للدولة الخاصة بك أو للوقت الخاص بالمنطقة التي يعني المنطقة التي تكون فيها. أيضا إخواني من بعض بين الأسباب هو أنك لم تقم طبعا بتحديث التطبيق. إذا هذه هي الأسباب إخواني. الآن لنذهب إلى الحلول. الحل الأول الذي أنصحكم بالقيام به هو ضبط التوقيت الخاص بهاتفكم، يعني تذهب إلى طبعا الإعدادات بهذا الشكل، بعدها تذهب إلى شيء اسمه طبعا تبحث على Additional Settings أو الإعدادات المتقدمة باللغة العربية، ثم تذهب إلى الوقت والداتا. هنا تتأكد عزيزي المشاهد في التايم زون، هنا التايم زون أن يكون بهذا الشكل، أن يكون على طبعا على Central European Standard Time، أيضا أن يكون هذا الخيار مفعل، خيار Set Automatically مفعل، تأكد أن يكون مفعل. بعد أن تتأكد من هذه الخطوات تخرج من هذا المكان. بعدها ما الذي ستقوم به؟ ستذهب إلى طبعا التطبيقات، أو تذهب إلى تطبيق الواتساب وتنقر عليه نقرة مطولة، ثم تنقر على App Info. بعدها ما الذي ستقوم به؟ طبعا هذا هو الحل الثاني، تنقر على Storage Usage وتحذف الكاش والداتا، ثم تخرج من هذا المكان وتقوم بحذف أو تقوم بعمل Force Stop أو إيقاف كلي للتطبيق. بعد عزيزي المشاهد إذا لم ينفع معك هذا الحل، ما الذي ستقوم به؟ تقوم بإلغاء حذف التطبيق أو عمل إعادة تثبيت التطبيق من جديد أو كليا في هاتفك. تقوم بإزالة التطبيق ثم إعادة تثبيته من تطبيق بلاي ستور، يعني تذهب إلى بلاي ستور وتكتب طبعا واتساب بهذا الشكل، ثم تعيد تثبيته من جديد، ولا تنسى أيضا تحديث التطبيق، إذا وجدت هنا مثلا update قم بالنقر عليها. إذا هذه يا إخواني كيفية حل مشكلة التاريخ والوقت في الواتساب، أتمنى أن تكون طريقة مفهومة والشرح. إذا نشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.